انت وبس، أول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. آخر حاجة دخلناها مش شرط انها تكون جديدة قوي، بس حتى هي مش مستخدمة كتير، الرياضة التمرين بالمقاومة. ففي دلوقتي عصيان انا بسميه تيوب المطاط ده، التيوبز دي بقالها كتير قوي بتستخدم لوحدها، بس دلوقتي بقى في عصاية فيها تيوبز بتتغير المقاومة بتاعتها بتبقى مختلفة، فطريقة ما الواحد بيستعملها بتعمل مقاومة كويسة قوي. وده اللي مطلوب وده اللي عاملينه هم تجاريا كمان، ان كل شوية يغيروا عشان يبقى في حاجة مختلفة الواحد يشتريها وحاجة مختلفة الواحد يتمرن بيها. ده نوع من الانواع اللي غالب كمان دلوقتي، نوع الرقص طبعا، فاكيد سمعتوا عن الزومبا. فزومبا ليها كذا برنامج، الاول كان البرنامج العام الرقص واللاتيني، وبعدين بقى قوة Strong by Zumba، وفي الأطفال زومبا. فهم الحاجات الجديدة دي أي حاجة لها علاقة بالتقوية أو الرأس. الجديد اللي بقاله سنتين في مصر اللي هو نوع تمارين اسمها كروس فيت، اللي هي زي شوية تمارين الجيش، صلحين فيها شوية عشان هي قاسية جدا، فمش للجمهور العام، يعني للناس اللي عايزة تتنافس وهيبقى ده مجالها، فبيبقى بيضحي، يعني ممكن يأذي ركبه مع الوقت، ممكن هيستحمل، بس للجمهور العام كده لا. فاحنا مصلحين فيها شوية، اللي دارجة دلوقتي في العالم انه مفيش حاجة اسمها مستويات، هو مستوى عام، فالمدرس لازم يبقى دايما عارف يوري البدايل كويس، ولازم يحسس الشخص، اي شخص ممكن يدخل الحصة دي. لو احنا هننط مثلا، لو هنعمل جامبينج جاكس، اللي لسه بيبتدي يعمل كذا، يفتح رجل واحده ويقفلها ما ينطش. فكل الحصص مفروض ان كل التمارين نقدر نقول الاوبشن تعمله كده، البديل هو ده. وبعدين كمان بيقولوا مثلا حد لسه بيبتدي مش ضروري يحضر حصه بحالها، ممكن يحضر ربع حصه ويطلع، مره جايه يحضر نص حصه ويطلع. انت وبس، رئيس مجلس الإدارة محمود اسماعيل، الإشراف العام احمد الهواري، احد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انت وبس.com.